اليوم بغينا أمينة نخصو واحد النهار اللي خاص بالسكري دائما، يعني كل أربعاء نخصو حتى كل ما هو خاص بالأطفال. تفضلي لالا. إذا غنعطيو الحرشة. غادي نعطيو الحرشة للناس اللي هما سواء طبيعيين سواء عندهم السكري ممكن ياكلوها، فحتى الناس العاديين ولا الأطفال العاديين ممكن نعطيوها لهم. غادي نبداو، غادي ناخذوا 250 غرام ديال السميدة الرقيقة. حرشة بالقمح غادي نضيفوا لها اصحاب السكري والناس العاديين لا بطبيعه الحال غادي نضيفوا لها شحال ديال السميد 450 غرام ولا زلافه. غادي نضيفوا لها السميده الرقيقه كاس ديال الحمراء ديال النخاله الرقيقه. غادي نضيف لها جوج معالق كبار ديال ديك النخاله اللي هي غليظه. غادي نديرهم كلهم في واحد الزلافه. غادي نضيف ليهم معلقه صغيره ديال، يعني هنا الا بغينا الناس العاديين غنضيفوا السكر، حنا غادي نديروا هنايا التمر، يعني داك الدبس ديال التمر ولا داك العسل اللي كنصوبوه من التمر فكيكون طبيعي، يعني الحلاوه الطبيعيه كنديروا منه واحد المعلقه كبيره فقط، هو كيحل ليها، يعني ما كيعطيش ديك الحلاوه كثيره ولكن حلاوه اللي هي لذيذه اللي ممكن ناكلوها. غادي نضيفوا خماره ديال الحلوه، دونك غادي نكتب هنا معلقه كبيره من عسل التمر. ايوا خماره وحده. غادي ندير نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال البلديه، خميره الخبز. غادي نضيف بيضه. غادي نضيف ربع كاس ديال زيت الزيتون. غادي نضيف معلقه صغيره ديال الزبده، اللي عنده زبده بلديه ممكن يستعملها. ممكن يستعمل زبده العبار. نعم. غادي نخلط هادشي، غنمجو بين يديا، يعني غادي نديرو بحال اللي غنبسبسها كنقولو. هنا كتبقى لكم نتوما حريه الاختيار في الاضافات، سواء بغينا نضيفو النافع، الناس اللي كيعجبهم فيها النافع، ولا اللوز اللي كيكون كي مهروش محمر كنحمرو واحد شويه وكنهروشوه، نتوما لكم حريه الاختيار. اوكي، ملي كنبسبسوه هكذا باليد كنضيفو لهم كاس كبير ديال الماء، يعني كاس اللي كنشربوه ديال الماء. ساشية الفاني انا ما قلتوش، فهنا ممكن نستعمل ساشية الفاني. مثلا نضيف الفاني غنضيفو مع السميده مع الخميره مع هنا اللي مهم هو انا ما ضفتش في الاول الفاني، لان ممكن نستعمل قشره ليمون، قشره الحامض، النافع كيقدر يمشي معاه الفاني لان كيتواتى هو وياه بزاف. اما بالنسبه للاطفال العاديين اللي هما ما عندهمش اشكاليه، ولا الناس العاديين ممكن يضيفوا حتى ديك لي دروبس شوكولا، يعني ديك الشكلاط لي حبيبات كيضيفوا منه واحد جوج معالق كبار، كيبسبسوا كل شيء، كيضيفوا الماء من يعني الماء عادي ماشي سخون ولا دافي ولا شي حاجه، فالماء عادي كاس كبير. كنحاولوا ما نحركوش بحال اللي كنقولوا ما نعجنوهاش، هي من دائما هاد الحرشه بالضبط ما خصهاش تعجن، حيت تعجنت كتولي بحال الخبزه، ففقط غير كنديروها بالاصابع، كنبسبسوها في الاول بالاصابع وكنضيفوا لها داك الماء وكنحرك. كنحطها ترتاح واحد قسم واحد 5 دقائق على الاكثر. كنبدا نهز الكويرات ونفندهم في السميده، يعني ماشي بالسميده، هي انا ما كيعجبونيش بالسميده بالضبط، ولكن ناخذ ديك النخاله الغليظه اللي عندنا اللي كنا درنا منها غير جوج معلقات في العجين، كناخذوها هي فيها كنفند، يعني كنبدا نهز غير كره في يديا، ماشي ضروري تنفندها كلها، غير رشها وهي في يديا، نرشها بشويه ديال ديك النخاله ونحطها في اللاطه مدهونه. اللاطه مدهونه ولا بابي كويسون؟ وندخلها في الفران، خصو يكون سخون كثير. تبغي من التحت؟ لا، الفوق والتحت يكون الفران سخون مزيان، يعني نسخن الفران واحد 10 دقائق عاد نحطها، فمجرد انها كتكون في الفران سخون دغيا بسرعه كتشقق لهذاك الوجه ديالها. كنحدو فنقص الفران لا من الفوق ولا من التحت، والناس اللي ما عندهمش كيشعل من الفوق راه ماشي ضروري. تقريبا كتاخذ واحد 10 دقائق على الاكثر، كاع الا كثرنا 10 دقائق الا كان الفران سخون على الاكثر 10 دقائق. الناس اللي عندهم الفران ما كيشعلش من الفوق فيسخنوه مزيان، يكون مسدود ويسخن مزيان، يسخن منين يسخن مزيان كندخلوا لاطا، نحطوها كنحطوا لاطا ديالنا وكنسدوه
كنحطوا لاطا وكنسدوا وكنخليو غير العافيه من التحت ما تكونش مجهده تكون مهيله حتى كتحمر الوجه ديالها وكتبان لينا طابت وكنقدموها بصحه. الله يعطيك الصحه. وغادي ناخذ دابا الاتصالات ديالكم مستمعينا وحتى الطلبات ديالكم على 0522 36 10 36 او 0522 36 0536 كذلك عبر الاس ام اس يمكن لكم تواصلوا مع هدى اليدري الشيف هدى طبعا الخبيره في الطبخ معنا بشرى من مراكش. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بشرى. بارك الله فيك اختي. لا اختي كي دايرين لاباس عليكم؟ الحمد لله تفضلي. الحمد لله اختي دابا اختي لاباس عليك؟ الحمد لله حبيبتي الله يطول لي في عمرك. اوا بغيت نشكرك بزاف على البنين الخفيف اللي عطيتيني بحال البريوش. اييه زا غزال ما شاء الله بحال هذاك اللي تيتباعني بحالو. الصحة والراحة بصحتك وراحتك. عافاك عندي واحد الطلب اذا كان ممكن. حبيبتي بغيت غير لي بات في الفران شي طريقة زوينة وبنينة الدراري تيعجبهم. لي بات في الفران. لي بات حبيبتي باش من صلصه تبغيهم؟ تكون بحال البيشاميل ولا ديك لاصوص بلونش ولا شي حاجه بحال المهم يكون بنان وصافي شي طريقه جديده وصافي. واخا لا لا اها واخا. شكرا لك بوشه. الله يبارك فيك. تفضلي تفضلي لاله هدى حبيبتي. اذا غادي نحضروا لي بات في الفران. اول حاجه غادي نسلقوا لي بات. ملي كنبغي نسلقوا لي بات كنقولوا دائما يتسلقوا في ورقه سيدنا موسى في دريز ديال الثومه مليحه جوج معلقات زيت العود دائما هذه كمنسمات كتسلقوا بها هي الاولى ديك لي بات. فبالنسبه الى غتحضرها للوليدات بيني وبينك حنا وليدات ما كيبغيوش ياكلوا لنا بزاف الخضر فلي بات ملي نسلقهم نسلق معاهم واحد جوج جزرات واحد جوج خزوات ياك نسلقهم نصفيهم يتغسلوا يبقاو شويه يقطروا من الماء باش ما يزيدوش في الطياب ديالهم. كناخذ كنشحرهم اول حاجه هذاك خيزو اللي انا سلقت معاهم ديك جوج كنحكهم في الحكاكه الرقيقين ما كيجوش باينين. ممكن نحكهم في الحكاكه الرقيقه كنضيف عليهم كنديرهم في واحد الطنجره ولا واحد المقله وكنشحرهم. يعني اول حاجه نشحرهم ندير معاهم مليحه شويه ديال الابزار شويه زيت الزيتون شويه المعدنوس قزبر معدنوس شويه القزبر يابس يعني واحد 4 معالق صغيره ديال القزبر يابس شويه ديال الابزار ونشحرهم مزيان ودريس واحد ديال الثومه اللي كنحكو ولا كنمعس ديك دريس الثومه اللي انا سلقت معاهم كنمعسو ما غايجيش باين ما غايجيش المذاق ديال الثومه كثير ما تخافيش منها. فهنا كنعطوك المقادير نص كيلو ديال لي بات فغادي تشحرهم مزيان حتى يشربوا لي ديك النسمه ما يجيونيش باسلين عاد كنديرهم في المول كناخذ كنضيف عليهم هنا انت لك حريه الاختيار واش تضيف عليهم الكروفيت واش تضيف عليهم قطع ديال الدجاج مشحار واش تضيف عليهم الكفته اللي شحروها غير في الماء نجيبو غير واحد 10 درهم الكفته نشحروها في الماء ونضيفوها ليهم وكنشد كنحضر الصلصه اللي هي اسهل ما يكون صلصه البيشاميل مع لي بات كتجي ثقيله فبيني وبينك من الاحسن نتفاداوها يا اما كناخذوا القيش د الطريه كناخذوا كاس كبير ولا نسيطر يعني كتفتح حتى نسيطر الا بغيتيها تجيك خفيفه فكناخذوا الصلصه هي القشده الطريه اللي كنحطوها في واحد الكاسرونه كنمعسوا معاها ثلاثه القطع ديال الفرماج كنديروا معاها الملحه شويه الابزار بشويه باش يسجلوا معانا ملحه القشده الطريه الملح ابزار شويه ديال المعدنوس قزبروا المعدنوس كنديرهم يعني هكا كنمعس ديك الفرماج بعدا هو الاول في بواحد فرشيط مع ديك القشده باش يقدر يعطيني كريمه كنضيف له واحد نص معلقه صغيره يعني نص معلقه صغيره كتبقى مستحبه اللي كنقولوا ديال الثومه غبره ولا البصله غبره اللي لقيتيهم اختياريا ما لقيتيهمش كتفاديهم كنطربهم مزيان كنضيف عليهم فرماج احمر كنحك عليهم شويه ديال الفرماج احمر وكنخوي كلشي فوق ديك لي بات ندخلها من الفران. هنا انا غير معست معاها لا كريم معستها بدون ما نضيف ليها يعني بدون ما ندور على البوطه اذا على البوطه غتنشف ليا من الماء ديالها انا باغا هاد لي بات يجيوني يعني لذاد فباش يجيوني لذاد خاصني ضروري تكون عندي الكريمه فيها الفرماج ونسمها بحال اللي قلنا بالثومه ولا بالبصله غبره الا توفرت عندي. الناس حاجه اخرى بشرى الناس اللي ماشي ليك بالضبط ولكن الناس اللي كيتوفروا حيت واحد الاخت واحد المره قالت لنا عندي الحبيبات ديال الدجاج وما كنستعملهمش فهما كيجيو لذات بزاف في هذا الطبق ممكن تستعمل معلقه صغيره مع ديك الكريمه تخوي كل شيء فوق لك لي بات وتدخلهم للفران مده ديال واحد 20 دقيقه حتى 25 دقيقه تقدموا بصحه والراحه. يعطيك الصحه. ناخذ فاطمه. السلام عليكم.
وعليكم السلام اختي كيداره لاباس مرحبا بك مرحبا بك فاطمه الحمد لله حبيبتي فاطمه الله يطول عمرك الله يخليك بغات حلوه ديال الضويفات والشمال كيف يكونوا في مول ديال عرفتهم واخا واخا لالا فاطمه مرحبا شنو هي هاد الحلوه حلوه حبيبتي هذيك كيكونوا الطويصات صغار بحال لي طارت هما غرقين كيكونوا صغيورين كيتعمروا باللوز وكيكون واحد الخط فوق منهم بحال شكل زائد كيدوز بالجراره كيتعمروا باللوز وبالقرقع كيدخلوا للفران ما شاء الله عليك وداك الراس شحال جامع يهودا ديال يداري غادي نمشيو طيب غادي نعطيوها ان شاء الله هاد الوصفه هادي ولكن بعد ما غادي نوقفوا سريعا مع فاي ولكن قبل ما غادي نمشيو نشوفوا باقي طلبات الوصفات ديالكم غادي نوقفوا مع مسابقه السعاده دابا نتوما معنا في مزيان شغل اسره على شغل فام مسابقات السعادة اللي كتخول لكم أنكم تربحوا كل نهار من 2 حتى الخميس سنسلة وقلب ديال الذهب من خلال وصفة فيها دقيق ديال مزية والفائز ولا الفائزة معنا اليوم هي سميرة من الرباط سميرة صباح الخير صباح الخير لالا أينا صباح الخير لالا حبيبة الحبايب هدى اليداري الله يبارك فيك النور حبيبتي الله يبارك فيك كل شيء مزيان صحة لاباس فرحت بزاف باسكو عيطوا لي انا ربحت معاكم في الحلوات الغراف اللي كانوا كيديروها الزاوتنا زمان ومع هدى عزيز على داكشي القديم غير شافته يتقول لي غادي نختاروا الحلوه الغراف الحلوه هذيك خديتها من عند الوالده ديالي وكديرها لنا شي حاجه اللي رائعه لالا هنيئا وبصحتك وراحتك السنسله والقلب ديال الذهب خليك ربي يخليك اني اختي شكرا ربي طيب اذا الوصفه اللي شاركتي بها هي حلوة ديال الغراف باش هذه لالا تدار بيان سيغ دقيق مزية نعطيك المقادير واخا المقادير واخا تنديرو فيها شوية زبدة إيه تنديرو خمارة أو تنديرو شوية الخميرة ديال الطرف الخميرة مزية تنديرو شوية الملحة تنديرو شوية الزيت هادشي كل شوية إلا بغيتي تعبري بالمعلقة بيان سيغ راه كتكون معلقة صغيرة هادشي أنا اللي تنعطيك دابا على حساب زفة ديال الطحين ديال دقيق مزية إيه ها تنديرو نص معلقة ديال السنيدة تنديرو بيضة وكنجمعوا هادشي كله وكيبقى الحاجة اللي كتبقى اختيار لأن كاين اللي كيبغي الماء ديال الزهر كاين اللي ما كيبغي سينو تنديرو أن ساشي دو فاني وتنجمعوها بالماء دافي وتنغلقوها مزيان من بعد تنقجو العجينة بحال العجينة ديال 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 الرغايف غير هي تتكون دي بيتيت بول صغيورين كيكونوا كريفات صغيورين تنسدوهم وتنورقوهم تنورقوهم مزيان حتى كيوليو ورقي ترونسبارونس يبانو تورق مزيان بحال تتصوبي الرغايف غير هي تتهزيها من الصبع ديالك وديجا كتكوني سخنتي ولكن هذه الي سبيسيال راه تطيب في واحد الغراف اللي كنا كنستعملو حنا زمان في الحليب كنشربو فيه الحليب من بعد كنستعملو تنقليو فيه هاد الحلوه هذه تتهزها كيكون بعد ما كيكون في سخنتيه مزيان عندها واحد المنظر زوين كتقلى كيكون فيه الزيت هاد الغراف بيان سيغ كتقلى هادي في الزيت ملي كتقلى كتجبدها وبعد ما كتكون ساليتي قليتي كلشي كتدردرها في كور كلاصي من الفوق هادي راه وصفه كانت كدار ايام زمان تبارك الله عليك لالا سميره من الرباط الله يبارك فيك لالا الله يبارك حلوه بسيطه ولكن في نفس الوقت هي قديمه وعريقه جدا وفي متناول الجميع ايوا قال لك افراح الحفلات الاعياد لالا سميره قال لك جديد جده والقديم لا تفرط فيه حلوه الغراف لا نفرطوا فيها اختي كاين ورد انا دابا كلشي قديم رجعنا له دابا كنشكرك بزاف يا سميره ربي يخليك امين اختي شكرا شكرا لبيا شكرا لكم شكرا شدا اف ام شكرا لكم جوج لان انا وصفاتكم تقريبا راه لا بليبار جربتهم وانا عاد كليت الحلوه ديال الحرشه والكيكات الحرشه اللي في الفران عاد كليتها دابا صحة وراحة صحة وراحة شكرا لك سميرة من الرباط ومتابعة الحال حتى نتوما يمكن لكم تربحوا قلب وسلسلة ديال الذهب من خلال وصفات السعادة مزية الطريقة ديال المشاركة سهلة اختاروا وصفة من الوصفات
الوصفات ديالكم اللي جربتوا فيها دقيق ديال المزيه وصيفطوها لنا عبر اس ام اس على رقم 5566 ديال درام تي تي سي ولا على صفحتنا على الفيسبوك اسره سور شاد اف ام اولا من خلال المجيب الالي اولا الواتساب ديال الرقم 06 19 44 44 37 06 19 44 44 37. بالنسبه للصفحه ديالنا ديال الفيسبوك غادي تلقاو صفحات اخرى سميتهم اسره سور شاد اف ام. الصفحه اللي فيها اكبر عدد ديال الناس اللي داخلين فيها هي هذيك الصفحه اوفيسيال، ثم في لابار دادريس الفوق غادي تلقاو مكتوبه باج اوفيسيال. كنتمنى لكم كلكم حظ سعيد. كنتوا معنا في مزيه شاد الاسره على شاد اف ام. شيوات مجربه ولذيذه مع هدى اليداري. لاله هدى مرحبا بك من جديد، وغناخذوا الطلب ديال فتيحه من وجده وغنعطيو جوج طلبات. كان عندنا الطلب ديال ديك الحلوه الشماليه ياك، غنعطيوهم بعد ما نشوفوا فتيحه شنو بغات من وجده. فتيحه السلام عليكم. على اختي امينه. السلام عليكم، لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. بارك الله عليكم. الله يبارك فيك، بارك الله وفيك، شكرا. بغيت نشكر اختي هدى على الكراتان تاع البطاطا اللي عطاتو البارح. ايوا ايوا اختي تبارك الله عليكم، ديك الساعه به فيه كتاخذي. لا 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 ليلى تبارك الله عليكم ما شاء الله. الله يبارك فيك. عاودي لنا فتيحه كي جا داك الشيء؟ جا رائع. تبارك الله عليك لاله هدى، مما لا شك فيه. وهنا نعطيك واحد الملاحظه، انايا كندير الشهيوات ومن كنحطهم هكا يتجمع العائله والراجل كنقول لهم هذه راه من طرف هدى اليداري. كتقولي الحق بعدا. كنقول الزوج تاعي ملي يدخل يقول لي هدى اليداري واش درت لنا اليوم. الله يخلي لك. ما شاء الله بالصحه وبالصحتك وراحتك لاله فتيحه. تفضلي شنو الطلب ديالك؟ بغيت نسقسي هدى غير على الفريز واش نقدو نديروه غير هكاك في شكويرات في الفريكو. الفريز نديرو هكذاك كيفاش نحتفظو به يعني ياك؟ يعني نحتفظ به. والله بغيت نحتفظ به. واخا فتيحه واخا بقي معنا في الاستماع، غادي نشوفو من عند هدى شحال المده اللي ممكن بعدا نحتفظو بالفريز وكيفاش. كبيره ما كيكونش ما كيتعداش واحد 6 شهور. بارك تبارك الله. نحنطوه كنجيبوه كنغسلوه، بعدا خصو يتغسل مزيان جوج مرات، نحيدوا له داك الوريقات الخضرين ديالو ونشفوه مزيان، وما يبغيش يتكونجلا بالماء ديالو. والحاجه اللي كنديروا حنا غلط كنكونجليوه بالماء ملي كنبغيو نطحنوه كيطلق كميه ديال الماء كبيره. فنجيبوه تيقول لك واحد في الاستعمال العادي مثلا تبغي ديري غير في الثلاجه ما تغسليش. يبقى هكا، ولكن حنا دابا غنغسلوه لانه غنستعملوه مباشره. اذا غنغسلوه جوج مرات وغادي نشفوه مزيان، نديروه في واحد الساشي غنديروا يعني القياس اللي غادي تطحني ديك الساعه. ما تبقيش تجبديو ديكونجلي وديري ميكات صغيرين، نفرقوا في ميكات صغار ونديروهم في المجمد. واخا والحليوه اللي طلبت السيده، فاطمه طلبت حليوه ديال التويصاص ديال الشمال اللي كيكونوا في طنجه. ف سميتها التويصاص، حلوه ديال التويصاص، هذو الناس الشمال كلهم كيعرفوها. فكنحتاروا نحضروا بعدا العجين ديالها هو الاولاني. العجين ديالها هو 500 غرام ديال الدقيق، غنستعملوا نص كيلو ديال الفورس يكون مزيان مغربل، كنضيف عليه 200 غرام ديال الزبده. كنضيف عليه بيضه، نعم، ساشيه ديال الفاني، معلقه ديال الزيت كبيره، فيه 100 غرام ديال السكر، فيه الراس المعلقه فقط ديال القرفه، فيه جوج حبات ديال المسكه حره، نعم، ولالا ومعلقه كبيره ديال الحليب بودره، ديال بودره الحليب. وكنبدا نجمعوه، يا اما كنجمعوها بما زهر الماء ديال الزهر، اولا كنجمعوها غير بالماء عادي على حسب الناس يعني. حتى كنبسبسوها مزيان وكنقادو كيبقى لنا غير كميه كبيره، ماشي كبيره، قليله ديال الماء الزهر ولا ديال الماء. الناس اللي ما كيبغيوش ماء زهر يقدروا يستعملوا غير الماء العادي. كتبغي تعجن شويه، كتبغي شويه تعجن وتطلع ماتطلعش قاصحه بزاف باش ما تعذبنيش. فمني غادي نعجنوها مزيان غادي نديرو لها نغطيوها بواحد البلاستيكه ولا بواحد الزويف ونخليها ترتاح مده ديال واحد نص ساعه. كل ما ارتاحت كل ما كتجيني سهله في الطليق. كناخذ الحشوه بيد من هي ارتاحت، كناخذ نوجد له الحشوه. كناخذ اللوز، حنا في الاصل ديالها كانت كتحضر باللوز والقرقع، يعني بجوج بهم كيداروا. فكناخذوا اللوز اللي هو كنقيوه كنطحنوه عقده، شحال يعني نص كيلو ديال اللوز.
ورابعه ديال النوا ديال القرقع كيقول النوا حدا وحده دابا نص كيلو ديال اللوز كيلو برابعة ويتنقى ويطحن وينشف مهم ما ديك ينشف قلتي لي واحد المره ضروري بزاف وينشف مزيان ينشف مزيان كل ما نشف كل ما كتجيني عقده زوينة كل ما كتجيني عقده معلكه يتحط يتطحن جوج مرات يتطحن جوج مرات يعني عندي أيوة. كيلو رابعة ديال السكر مع رابعة السكر ماشي السكر كلاصي سنيده سنيده تكون رقيقه ما غاديش نفزقوه لان احنا باقي ما بغيناش نفزقوه يعني لا بما زهار لا بهادي لا بزده لا بوالو حتى كيطحن وخا يبان لك ديك العقده شويه ناشفه غيحطيها كنضيفوا عليها رابعة ديال القرقع القرقع اللي كنجيبو كنحمروه شويه في الفران كنمسحوا له شويه داك القشره فوقانيه وكنطحنوه كتحن حتى كيولي بودره ايوا ياك كنضيفوا على هذا الخليط بيضه معلقه كبيره ديال الجليكوز زمان كنا كان يعني قبل ما كانش الجليكوز كان كيدال العسل معلقه الا غندير العسل ندير جوج معالق كبار ياك غادي نضيف لهم بيضه غادي نضيف جوج حبات ديال المسكه حره غادي يطحنوا يدبكوا شويه مع شويه السكر ويضافوا غادي نضيف واحد المعلقه ديال بودره الحليب غادي نضيف معلقه كبيره ديال الزبده وغادي نبدا نجمع فيها حتى كتولي عندي يعني شكل كره كامله هنا انا ما بغيتش نكثر فيها الحلاوه بزاف لان ديجا الا كثرت بزاف الحلاوه غتجيني حيت غنخرجوها مازال غندهنوها بالعسل ولا بهادي ما نكثرش عليها الحلاوه بزاف فغادي نشدو العجين ديالنا غادي ناخذو ديك ليمون اللي كيكونوا صغار غارقين ما راك عارفوهم في الشمال ليمون ديال البوسيت معروفين كناخذو قطعه كبر منه باش كيجيني قد قد كناخذ قطعه كبر منه كبر من داك المول من الفوم ديال المول كنقطع بها العجينه باش كنغطسها وسط منا باش يلا كتجيني قد قد كنغطسها وسط داك المول كنلبسها لداك المول مزيان وكناخذ كنثقب غير بواحد العبيد السنان يعني عبيد السنان جديد كنبدا نثقبها من الوسط ديالها غير باش ما تنفخليش الجوانب حتى هما نثقبهم وناخذ كبيره من داك العجين اللي حضرت اللي هو ديال اللوز وبالبيض والقرقع وهادي كناخذ كوره وكنحطها وسط منها الحشوه فوالا غير ديك الكبيره ما تكونش عندي ما توصلش حتى للاخر لان غتنفخ ليا في الطياب فما نوصلوش حتى للاخر كاع تكون كوره خارجه شويه لا كناخذوا العجينه اللي حضرنا اللي قطعنا وكنقطعوا شرائط رقيقه يعني قدر واحد نص سنتيم كنقطعوا من الجراله ومن هنا من هنا كيجيو مشنفين وكنديروا شكل زائد فوق ديك الحشو لا هذيك عندك ديك التوستره بحال لي طاغت كتلبسي ليمون بحال كتلبسي لي طاغت كديري كويره وتحطيها الوسط حيت هما كيبقاو يبانوا هكذاك زوج شرائح شي شكل لي طاغت هما صغيرين داك الليمون ديالهم رقيق بزاف ونديرو على شكل زائد فوق الحشوه إيه وندخلها الفران إيه ايوا ملي كندخلها داك الزائد كندخلها الفران حتى كطيب دائما بالوجه ديالها قبل ما ندخلها ندهن واحد شويه ديال البيض بيضه مطربه نجيبها هي بيضه مطربه نطربها ندير فيها قطره ديال ما زهر وكندهن ليها الوجه ديالها غير باش كتموس ديك العجينه ديك الزائد اللي درت من الفوق كتموس على ديك الحشوه كندخلها للفران حتى كتوجد حتى كتحمر كتحمر كامله كتخرج كنحيد لها التواسات ديالها كنحيدها من داك الحديدات ديالها من داك الليمول ديالها وكندير ليها كندهنها بشويه ناباج الا غنحتفظ بها مده فما ندهنهاش حتى الساعه اللي غنقدمها فيها عاد كنجيب شويه ناباج يا اما داك ناباج فخوا اللي ولا متوفر دابا يعني ناباج بارد كنجيبو غير كنحركو كندهن به اولا الناباج العادي اللي عندي كندوبو في حمام مريم شويه في بزليفه في حمام مريم وكندهن ليها الوجه ديالها وكنحطها في كويست كبيرتات وكنقدمها بالصحه والراحه تنبغي نقدمها في كويغتات الله تبارك الله عليك شكرا, شكرا ليك شكرا ليك وصلت ديال الشمال يلا 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 مع الوقت هي هذيك وفيهم الخدمه لله شكرا ليك لله هدى اليدري الخبيره في الطبخ نتلاقاكم ان شاء الله غدا ان شاء الله على خير شكرا ليك ان شاء الله.